الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد لا تزول قدم عبد أي لا تزول عن يوم الحساب عن الصراط حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن في مستهل عام جديد وعقد جديد من الحياة، ومن حسن الطالع أن تكون بداية هذا العام وهذا العقد موافقة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم مبارك فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فنسأل الله أن تكون هذه الساعة التي نحن فيها ساعة إجابة، ونسأله بحق هذه الساعة وهذا اليوم العظيم أن يجعل هذا العام عاما مباركا، عام رحمة وشفاء، عام أمل وهداية، عام أمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يجعل لنا في هذا اليوم مريضا إلا شفاه، ولا مهموما إلا فرج همه وأرضاه. ومع بداية العام الجديد يتجدد الحديث عن أهمية الوقت والزمن، فما من يوم إلا ويناديك: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، اغتنمني فإن غابت شمسي لن تدركني إلى يوم القيامة. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم مضى. لكن ليس يمضي هكذا، ما ندمت على شيء ندمي على يوم مضى، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. والحكماء يقولون: من المقت، أي من غضب الله، من المقت إضاعة الوقت. ويقول الشاعر:
إنا لنفرح بالأيام نقطعها. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل يقربك من لقاء الله. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وما الدنيا إلا كسوق اجتمع وامتلأ ثم انفض، رابح فيه من رابح وخسر فيه من خسر، فيا طوبى من رابح ويا ندم من خسر. ولأهمية الوقت في حياتنا وحثا لنا على اغتنام الأوقات، سميت أربع سور من سور القرآن ببعض الأوقات، وهي وفق ترتيب المصحف الشريف: سورة الفجر، وسورة الليل، وسورة الضحى، وسورة العصر. ولم يكتف القرآن بتسمية بعض صوره بأسماء الزمان تأكيدا على أهمية الوقت، فقد استهل الحق سبحانه وتعالى كل صورة من هذه الصور بالقسم بالوقت في مستهل هذه الصورة. ورب العزة لا يقسم إلا بعظيم، فيقول سبحانه: والفجر، مقسما بالفجر: والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. ويقول سبحانه: والضحى والليل إذا سجى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجب أن ندرك أهمية الوقت. حياتك ما هي إلا أوقات، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فمن أضاع الثواني أضاع الدقائق والساعات والأيام وأضاع عمره. ومن الاهتمام بالأوقات الاهتمام بأوقات الشدائد والصعاب والنوازل والجوائح والأزمات على نحو ما يعيشه العالم الآن. فمن لم ينتبه للوقت فيما مضى عليه أن يتنبه له الآن، ومن لم يتعظ بتخطف الموت لأهله، لبعض أهله، لأصدقائه، لأقاربه، لمن حوله، فلا واعظ له. هذا وقت العظة، وعلينا أن نواجه الشدائد والصعاب أولا بالأمل، بالعمل، بالأخذ بالأسباب. فلولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد. لماذا يذاكر إن لم يكن لديه أمل في غد أفضل بتعلمه؟ ولولا الأمل ما ضاع فلاح ولا حصد، ولا عمل عامل ولا صنع، ولا فكر والد في إنجاب ولد. فالأمل حياة واليأس موت، واليأس كبيرة من الكبائر. رب العزة يقول في سورة يوسف عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن يرى في كل عقدة حلا ولكل أزمة مخرجة، ويتكيف معها بالعمل. والعمل بالأمل، والأمل ينبغي أن يصطحب بالعمل. والأمل الذي لا يقوم على العمل أمل أعوج أو أعرج، لا قيمة له. سيدنا عمر بن الخطاب مر على رجل كبير في السن، على شيخ فان، يتقاعس عن زراعته وفي يده فسيلة، فقال له: لماذا لا تغرسها؟ قال: أنا رجل كبير تقدمت بي السن، ربما أموت غدا. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب:
أقسمت عليك أن تغرسها. ثم أخذ سيدنا عمر الفسيلة وأخذ يغرس مع الرجل. زرع من قبلنا فأكلنا ونحن نزرع ليأكل من بعدنا حتى إن لم نعش نحن. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة، القيامة تدرك أنه لا حياة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا هو الأمل وهذا هو العمل. ومع الأمل والعمل لا بد من الأخذ بأسباب العلم، سواء في حياتنا بصفة عامة أم في مواجهة الجوائح بصفة خاصة. وهنا نؤكد أن الأخذ برأي أهل العلم، وأن الأخذ في مواجهة كورونا برأي أهل الطب واجب شرعي. واجب الأخذ برأي أهل الطب واجب شرعي، لأننا مأمورون أن نأخذ بالأسباب. فإذا قال أهل الطب إن ارتداء الكمامة يقلل من الإصابة أو من انتشار الفيروس، وجب وجوبا شرعيا ووطنيا وإنسانيا أن نلتزم بكلامهم. وإذا قالوا لابد من مراعاة مساحات التباعد الاجتماعي وتقليل الزحام والتخفف من المناسبات الاجتماعية العامة المزدحمة، وجب علينا شرعا أن نأخذ بكلامهم وأن نتعبد إلى الله بذلك. لأن المؤمن لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يعرض الآخرين للتهلكة، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن لم يأخذ بقول أهل الطب ونصائحهم ولم يلتزم بذلك فهو آثم شرعا. فمنطلقات ديننا والمنطلقات الوطنية والمنطلقات الإنسانية تحتم علينا الأخذ بأهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر الذين ذكرهم القرآن الكريم هم أهل الاختصاص في كل علم. ففي الطب نأخذ كلامنا من أهل الطب. نسأل الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الصلابة في مواجهة المحن والشدائد أحد أهم عوامل الأخذ بالأسباب لعبورها. فالهلع الزائد عن الحد يورث الإحباط، والتراخي والاستهانة أيضا تؤدي إلى عواقب خطيرة. فديننا عندما نقول دين الوسطية هو دين الوسطية في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا استهانة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تؤكد عليها الجهات المختصة، بل نؤكد أن الالتزام بها واجب شرعي وأن مخالفتها إثم ومعصية. وأيضا لا تعطيل لحركة الحياة، فنظل نعمر الكون إلى آخر نفس ولو كنا على مشارف الساعة، إذ يجب علينا أن نعمل وأن يكون لدينا أمل. وأيضا هذه الأوقات، أوقات الجوائح والنوازل، هي أوقات أوقات التكافل والتراحم. فمن لا يرحم لا يرحم. الرحمة بالفقير والضعيف، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا أوان التراحم والتكافل.
وهذا أوان التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. نحن في حاجة إلى الدواء والدعاء معا، لا يستغنى بالدواء عن الدعاء، لأن الأسباب لا تعمل إلا بإعمال الله لها، ولا يستغنى بالدعاء عن الدواء لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب وبأسباب التداوي. نحتاج إلى الدعاء والدواء، ونحتاج في هذه الأيام إلى مزيد من القرب من الله بكل أعمال الخير والتضرع إليه، لأن من أسباب رفع البأس كثرة التضرع إلى الله، وهو القائل في محكم التنزيل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندما تكون الضاعة حقيقية ومصحوبة بأسباب العلم والأخذ بالأسباب، فإن الأمل في تفريج القروب قريب إن شاء الله، وهذا أوان الضاعة، فلنضع إلى الله ولنبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا إن عجزت أسبابنا فإنما نتعلق بفضلك ورحمتك وأسبابك. اللهم إن عجزت أسبابنا فإننا نتعلق بفضلك ورحمتك وأسبابك، ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. لا ملجأ لنا منك إلا إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك، ولا منجاة إلا بفضلك ورحمتك. ليس لنا رب غيرك ندعوه أو نستغيث به. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نضع إليك فاقبلنا، اللهم عملنا بفضلك ورحمتك لا بتقصيرنا ولا بذنوبنا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا في هذا البلد ولا بين العالمين مصابا بهذا الفيروس إلا عافيته وشفيته وخففت عنه ألمه يا رب العالمين. اللهم صبر أهالي المتوفين، اللهم ارزق من توفي له إنسان الصبر واربط على قلبه، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان وبالصبر، ووفقنا للأخذ بالأسباب. اللهم اجعل هذا العام عام شفاء، اللهم اجعله عام شفاء من كل داء، واجعله عام أمن وأمان، وعام سعة في الرزق على مصرنا العزيزة وأهلها وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.